آل محمد. أحسنت يا أبا حسن، أنتم وطيب إن شاء الله الله أنفاسك على هذه أنفاسكم. التلاوة العطرة من آيات القرآن الكريم. الله يعزك إن شاء الله. وما أجمل أن تقرأ آيات القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة، في هذا الحفل الكريم، هذا اللقاء الجميل الذي التأم شمله على ذكر فاطمة الزهراء عليها السلام، هذه المرأة العظيمة التي قيل فيها الكثير، ولكن حتى هذا الكثير يبدو قليلا إذا قورن بمقامها. وقد اختار سماحة الشيخ حسن بيتا شعريا في الدعوة التي وجهها لكم، جاء فيها ما يعني البيت الذي اختاره، وأنا وجدت بقية القصيدة. نقرأ بيتين أو ثلاثة فقط للتبرك بهذه المناسبة العطرة. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر، بنت الخلود لها الأجيال خاشعة أم الزمان إليها تنتمي العصور، روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. سمت عن الأفق لا روح ولا ملك وفاقت الأرض لا جن ولا بشر، مجبولة من جلال الله طينتها يرف لطفا عليها الصون والخفر. آيات كثيرة، أبيات كثيرة، وما أكثر القصائد التي قيلت في فضل فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تلك المرأة التي ظلمت في حياتها وبعد مماتها، ولكن هذه الظلامة هي التي خلدتها، فلو لم تكن مظلومة لما بقي ذكرها حتى الآن. الذين يبقون في العالم يبقى ذكرهم يسير عبر الأجيال ويخترق العصور هم المظلومون، ليس الظالمون. الظالمون لا يذكرون إلا باللعن والشتم، أما المظلومون فهم الذين عادة هم الذين تخلد أسماءهم ويخلد ذكرهم. الحسين عليه السلام مظلوم، الحسن مظلوم، كل أئمتنا مظلومون. حتى هناك قول الذي مدى صحته، اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما، من المؤكد أن أكون مظلوما أفضل من أن أكون ظالما، فالظلم مقيت ومرفوض جدا. فالسيدة الزهراء خلدت لأنها ظلمت في حياتها وظلمت بعد مماتها، فما نحن فاعلون من أجل التعرف على هذه الشخصية العظيمة؟ ومن يخوض في ذكرها لا يستطيع إلا أن يزداد حيرة أمامها، سواء كان بسبب حياتها القصيرة أم لأنها بنت محمد أم لأنها زوجة علي. كل هذه الفضائل تجعل من فهم الزهراء أمرا صعبا لا تفهم. لذلك المرحوم علي شريعتي كتب كتابه فاطمة هي فاطمة، وقال فيه قال مثلا: إن عظمة مريم أنها هي أم عيسى، فأردت أن أقول في فاطمة مثل هذا فألقيتني عاجزا، ما قدرت أعرفها. أردت أن أقول أن فاطمة هي بنت محمد فما وجدتها فاطمة، وأردت أن أقول أن فاطمة هي بنت خديجة فما عرفتها فاطمة، وأردت أن أقول إن فاطمة هي زوج علي فما وجدتها فاطمة، ثم أردت أن أقول إن فاطمة هي أم الحسنين فما كانت فاطمة. لا، كل هؤلاء هم هؤلاء، وما هؤلاء بفاطمة، إنما فاطمة هي فاطمة. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم أن فاطمة هي مخلوق من نوع خاص، شخصيتها متميزة عن بقية البشر، ولذلك كلما حاولنا أن نفهمها نزداد حيرة في فهمها. وذكرى مولدها مناسبة للتوقف عند حياتها، ليس فقط من أجل أن نعيد قراءة ما كتب عنها وما سجله التاريخ عنها، وإنما نريد أن
أن نستفيد من فيضها، أن نستفيد من فيضها الرباني، وأن نلقي بذلك بتلك الأضواء النورانية التي تشعها حياة فاطمة على واقعنا اليوم، على واقع الأمة، على واقع المسلمين، على واقع المرأة. وكلما قيل أن المرأة تطورت كلما ازدادت تخلفا في عالم اليوم، وهذه الحضارة التي نعيشها اليوم كلما ادعت أنها قد تطورت، قد طورت المرأة وأن المرأة قد نالت حقوقها، كلما أمعنا في هذه الكلمات وجدنا أن المرأة ازدادت ظلامة، ازداد ظلمها وتخلفت أكثر وأصبحت أداة بيد من شاء، يعني بيد الرجال وبيد النساء، بيد الطامعين، بيد الجشعين، بيد الظالمين. ولذلك نود هذه الليلة أيضا ونحن نحيي ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، نريد أن نتوقف وأن نستفيد، وأن نستفيد من فيضها الرباني لنعيد قراءة فهمنا للمرأة المسلمة في هذا الواقع الذي نعيشه. ما أكثر ما تم الحديث، مو لسنا أول من تكلم عن المرأة ودورها، وما أكثر المنظمات والمؤسسات والمؤتمرات والندوات التي تعقد من أجل قراءة دور المرأة المسلمة، ولكن مع ذلك يبقى هذا الدور مغيبا في الواقع، ولا نجد للمرأة ذلك الدور الذي يكفي أن نقارنه بدور فاطمة عليه السلام. يكفي فاطمة أنها وقفت ذلك الموقف بعد رحيل أبيها عليه صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ذلك الموقف الذي لا يقفه أحد، موقف رهيب مرعب، لأنه يريد جنانا داخليا قويا لكي يستطيع المرء أن يقف ذلك الموقف في تلك اللحظة التاريخية. فتلك هي فاطمة. فلذلك هذه الليلة أردنا أن نسلط الضوء على بعض ما نستطيع استيعابه من حياة الزهراء، لنلقي بذلك على واقعنا، نسقطه على الواقع، ونتحدث عن قضايا المرأة كما اعتدنا دائما أن نتحدث عن قضايا المرأة في ضوء ميلاد أو وفاة إحدى العظيمات في تاريخنا المخلدات كالسيدة الزهراء وزينب عليه السلام وسواهما. فكان موضوع هذه الليلة هو مظاهر استهداف المرأة المسلمة في تدينها، استهدافها في تدينها وأسلوب المواجهة، كيف نواجه ذلك. لدينا ثلاث متحدثات. أنا أخبرت بأن الأخت سناء الأنصاري قد توعكت صحتها، ولكن رأيت شيء في بين رأيتها من بين الحاضنين، ولا أدري إن كانت موجودة معنا أم لا. ومعنا الدكتورة وجيهة بهبهاني، باحثة وناشطة اجتماعية من الكويت، والأخت ليلى مزبودي وهي أيضا باحثة وأيضا ناشطة من لبنان. والأخت سناء إذا كانت معنا سنستفيد من حضورها، وهي أيضا باحثة وناشطة من العراق. فلا أدري هل الأخت سناء موجودة أم لا. أنا شفت قبل شوية اسمها موجود بس ما أدري، هل ساعدوني، قبل شوي كانت موجودة، ما أعرف إذا كانت موجودة أو خرجت. موجودة موجودة. فالله يعطيها الصحة والعافية والخير والبركة، وإن شاء الله نستفيد من حضورها. لكن أنا أود أن يعني ما لي، إذا هي موجودة قد نبدأ بها، وإلا سنبدأ بالأخت ليلى مزبودي. فإذا هل موجودة تحبين تتكلمين أخت سناء ولا لا؟ إذا ما دام ما لم أسمع جوابا، فأبدأ بالأخت الكريمة ليلى مزبودي، وهي ناشطة من لبنان. دكتور سعيد، السلام عليكم، عذرا للمداخلة. تفضل. أنا على تواصل مع الأخت ليلى، ولكن عندها مشكلة في البرنامج، تحاول الدخول ما زالت، ولذلك عذرا من الدكتورة وجيهة أنه راح نكون مضطرين أنه نقدمها. والأخت سناء موجودة ولكن أعتقد لا تستطيع الحديث لأن العارضة الصحي
ما زال موجود، فإن شاء الله إذا كان عندها مجال تداخل بعد الحديث إن شاء الله بمداخلة. خير، أنت شيخ أبو مهدي أنت موجود معنا، فليش ما تواصل؟ لأن أنا لا، لأن أنا أتابع من خلف الكواليس. أنت كمل. لا أنت كمل وأنا بكتب، يعني أنا أكتب المحاضرات الآن نقدم الأخوات إن شاء الله وبعدين نكون بخدمتكم. فإذا نحن نبدأ مع الأخت الدكتورة وجيهة، موجودة الأخت وجيهة بهبهاني من الكويت. نعم، فشرفتنا يا أختي العزيزة وأهلا بك، ونشكرك كثيرا على تلبيتك الدعوة، ولا شك أنك قد طمعت في الثواب خصوصا في هذا اليوم المبارك، في هذه الليلة المباركة، فأهلا بك وشرفينا بما لديك. نعم، أحتاج الشير سكرين لو سمحتوا إذا ممكن. أخ يوسف الهوست، الهوست تقدر تسوي الشغلة؟ بالمناسبة هل محاضرتك مكتوبة أو غير مكتوبة؟ لأن عندي عرض ضوئي بسيط. خير إن شاء الله. يوسف تقدر تسوي؟ أكيد يستطيع أبو هاشم. إذا ممكن كهوست عشان أعمل شير سكرين أو تفتح لي الشير سكرين. بالإمكان الآن عرض الشاشة. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، السادة العلماء، الضيوف الكرام، الحضور جميعا، المنظمين لهذه الندوة جميعا، أسعد الله أوقاتكم وطابت أمسيتكم بكل خير. كم هو جميل أن أتشارك معكم هذه المناسبة العظيمة في مشاركة بسيطة، كوني أنا يعني مديرة مدرسة وناشطة تربوية واجتماعية، سأسلط الضوء على جانب تربوي. فعندما نتحدث عن الواقع كما تفضلتم أستاذ سعيد على أساس أن نحن نسقط أدوار أو واقع المرأة على الوضع الحالي، فأنا سأعرض صور بسيطة لأوضح هناك واقع مرير نعيشه من خلال بعض الصور التوضيحية. هذا المفروض أن نحن كامرأة مسلمة نلتزم بالحجاب الإسلامي، ولكن واقع المرأة الآن نرى الحجاب كيف أصبح بهذا الشكل عند الكثير. إذا أنا أتكلم عن وضعي بالكويت أقول عند الكثير. لو تلاحظون الصورة الأخيرة على اليمين اللي هي الأولى على اليمين، وين وصلنا؟ إلى بدون حجاب. هناك ظاهرة خلع الحجاب، يعني أصبح الحجاب الآن، يعني قبل خليني أقول من 10 إلى 20 سنة نلاحظ أن الحجاب تلقائي البنت تلبسه الآن، وبصعوبة أن ألاحظ وجود غير ملتزمات بالحجاب في المجتمع. الآن محجبة وترمي بحجابها، والجيل الجاي يتساءل لماذا الحجاب؟ أيضا عندنا من الظواهر، أنا أستعرض فرشة بسيطة من أجل الذكر وليس الحصر، عن الواقع المؤثر على المرأة المسلمة. أصبح الفضاء الإنترنت ووسائل الإعلام، المحطات الفضائية، وسائل الإعلام بكل وسائلها، هذا واقعنا اللي إحنا نعيشه. وهناك الكثير حول موضوع الإنترنت، يعني إحنا ليس موضوعنا يمكن مجرد عرض بسيط. هناك إشكالية عندنا في حدود التعامل بين المرأة والرجل من خلال التواصل الاجتماعي. ظهرت عندنا مشاكل اجتماعية من نوع جديد، أن حتى في الأسر الملتزمة هناك
مثلا تواصل اجتماعي يتم بشكل عادي وتلقائي بين الرجال والنساء، أحيانا يوقع المشاكل الأسرية تصل إلى حالات الطلاق وتشتت الأطفال. الرجل أو المرأة تقول إن هذا عادي، تواصلي من خلال العمل أو تواصلي بالأنشطة، وقد تحدث أمور تخل بنظام ووضع الأسرة. يمكن هذه الصورة كنا أنا ما حطيت مرأة لأن تمس الرجل والمرأة الوجه المعبر لهذه الطفلة، لأن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، البعض سماها وسائل التفاصل الاجتماعي، ما في تواصل داخل البيت بين الوالدين وأبنائهم، الكل لاهي بالجهاز اللي عنده وخصوصا الهاتف النقال، وطبعا إضافة إلى الإنترنت الكمبيوتر والمحطات الفضائية وما شابه من وسائل الإعلام. فأقول أن الواقع هذا، يعني واقعنا المختصر اللي أنا طرحته، أن كل ذلك له تأثير الكبير على المرأة. كانوا يقولون وما زالوا يقولون، إذا أردت أن تؤثر على مجتمع فهناك ثلاثة عناصر مهمة تؤثر على المجتمع، إما بارتقائه، والعكس صحيح، رجال الدين ووجهاء البلد، اثنين المعلم، ثلاثة المرأة، ويمكن دور الأم لها الدور أو تأخذ الجزء الأكبر. إذا صار خلل في عمل وتكليف هؤلاء الثلاثة، بالغالب يحدث خلل في الأسرة ثم خلل في المجتمع، وبالتالي له تأثير على الأمة كافة. والعكس صحيح، كلما كان النضج والعقلانية والقيم والمبادئ والالتزام والمعتقد السليم والإيمان، هذه الأسرة ارتقت والمجتمع يرتقي وينجح هذا المجتمع، بل بنجاحه يواجه الحرب الناعمة التي تعصف بالمجتمع الإسلامي. المظاهر لو أختصرها بشكل عام، الصور وضحتها، مظهر المرأة، مظهر المرأة أصبح في خلل، نحن نعيش خلل إسلامي في مظهر المرأة، أقصد باللباس الشرعي. رقم اثنين، تفكير المرأة، هناك هجمة شرسة، خلنا نقول تتغلغل بتفكير المرأة المسلمة من خلال وسائل متعددة. أنا أترك المجال للأخوة وراء يمكن يتحدثون عن الوسائل، إن تؤثر هذه الوسائل في تفكير المرأة وتفكر تفكيراً لا يناسب تكليفها الشرعي وأدائها كامرأة، بل أدائها كإنسان خلق في هذه الدنيا ليترك بصمة ويخلد في الآخرة ويصل إلى مراتب كل العاقل يسعى لها. طبعاً هذا من هذا وذاك يظهر سلوك المرأة، ويمكن شفناه في الصور المعبرة عن سلوك المرأة. كثرت عندنا المشاكل بين في الأسرة، الأم أصبحت يعني كدور أنها تقوم فيه، لا تقوم الأم في الأسرة بدورها المناط بها. الأمومة أصبحت مخلخلة، الأمومة كنز عظيم وهبه الله سبحانه وتعالى للمرأة، ولكن مع الأسف لظروف خروج المرأة كوظيفة، لا يعني الموظفة أنها مخلة، بالعكس، أنا كنت موظفة لمدة 25 عاماً من معلمة إلى مديرة مدرسة، ولكن بين قوسين كنت أقدس شيء اسمه زوج واسمه أبناء، فهم الأولوية، وأيضاً الإخلاص والإتقان في العمل. يوم اللي ما تساعدني الظروف وأنه يؤثر على زوجي وعيالي، فالأولوية للزوج والعيال، وهذه الوظيفة الأساسية. أنا جميل أن أكون معلمة، المجتمع يحتاج إلى معلمة، المجتمع يحتاج إلى طبيبة، المجتمع يحتاج إلى وظائف متعددة تقوم بها المرأة، ولكن لا يكون على حساب الأسرة. فلو أعرض هذه الصورة، أنا ودي أعرض لكم هذا المقطع بس أراويكم مدى تأثر الأبناء
حتى الحضور الكرام تابعون باختصار مدى تأثر الأبناء في تعامل أولياء الأمور، وأخص يمكن الدور لا يعني إلغاء دور الرجل، بالعكس الأب دوره جدا مهم. أنا بنتي عندي بنت واحدة ولها علاقة كبيرة مع والدها، أبوها جزاه الله خير، وما زالت تزوجت وخلفت وما زالت العلاقة طيبة. إذن أقول أن دور أن التربية مهمة جدا، والتربية بالقول والفعل، ولكن قبل القول والفعل يجب أن نراجع الهدف، نراجع الهدف من وجودنا في هذه الدنيا ونبني على أساس النية. الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على نياتنا قبل أعمالنا. كم هو جميل أن نقول نجدد العهد مع سيدتي ومولاتي جدتي فاطمة الزهراء بأن يا سيدتي ومولاتي أنت كنت خير من ربت التربية الصالحة لأبنائك، فنحن عندما نحتفل بميلاد الزهراء إن كان بركة إن كان إدخال الفرحة على قلب مولانا الحجة ابن الحسن، إن كان وإن كان إلا أن هناك هدف كبير أن نستفيد من هذه التجمعات، من هذه التجمعات في هذه المناسبة، من هذه اللقاءات في هذه المناسبة، من أجل أن نجدد العهد مع فاطمة الزهراء أننا ساعين إلى هدف سامي. أولاً أوجه رسالة إلى كل من يسمعني الآن من الليلة، ونحن مقبلين على نهاية شهر جمادة ومقبلين على أشهر عظيمة، شهر رجب وشعبان ورمضان، وكل أيام الله عظيمة من خلال أعمالنا. إذا نجدد النية أن تربية الأبناء عملي كامرأة صالحة بي يقوى المجتمع، وأدي دوري وقدوتي سلام الله عليها الزهراء صاحبة هذه الليلة بأن تكون نيتي رضا الله عز وجل. بناء على الفيلم أو المقطع اللي شفناه، باختصارا أقول يجب أن نركز على أهم المهارات اللي ترفع فعالية وكفاءة الوالدين. من المهارات المهمة الإنصات، من المهارات المهمة نعطي فرصة للمشورة، مشورة الأبناء، نشرك الأبناء في القرار. أنا عندما كنت مديرة مدرسة، من الأشياء اللطيفة اللي أذكرها كنت أتفق مع المديرة المساعدة عندي في أحياناً أمور مجبرين نحن أن نعملها ومجبرين أن تقوم بها مجموعة المعلمات والإداريات في المدرسة، فكنت أقول لها حتى المعلمات يؤدين دورهن في المدرسة سنجعل حوارنا كأنهم هم أصحاب القرار، هم عملوا هذا القرار وهم اتفقوا على هذا النشاط وهم ونحن معهم سننفذ هذا النشاط، فنصل بالحوار والنقاش ما رأيكم، هل ما مقترحاتكم، ثم أحور بطريقة نسأل الله القبول بطريقة ذكية أن آخر شيء القرارات اللي أنا أبيها، الأمور اللي أنا مخططت لها بإضافة إلى استئناس آرائهم، ونصل إلى قرار يكونون هم مشتركين معنا في هذه القرار. فهم من يشترك معك في القرار في أي نشاط يكون متحمس لأن ينفذ هذا النشاط. كولي أمر مشكلتنا نحن لأن انشغالنا في كثير المرأة المسلمة، مع الأسف ليس الكل ولكن شريحة كبيرة، لانشغالهم بماديات الدنيا أو انشغالهم بالوظائف قد تكون مهنية تطوعية أيا كانت، فأدى إلى انشغالهم عن واجباتهم الأساسية في البيت، فهذا ما يعطي فرصة
أن تكون الأم، أنا أتكلم عن الأم، متواجدة في البيت حتى توفر، لأن كل هذا يحتاج إلى وقت، كل هذا يحتاج إلى تخطيط. عندما نريد أن نسافر نخطط لهذا الموضوع، عندما نريد أن نبني بيت نخطط هذا الموضوع، عندما نريد أن نقول برحلة نخطط لهذا الموضوع. كيف بناء إذا كان المشروع بناء إنسان، بناء جيل؟ أنت أيتها المرأة إن كنت أماً أو أياً كان موقعك، فأنت ستتركي بصمة في أن تكوني متواجدة في هذه الأسرة، وعندك صفة التكاتف الأسري. اسعي، وجودك يساعد على أن تتفهمي أفراد الأسرة وتكوني أيضاً بقرارتك مفهومة لهم. أحياناً الأبناء لا يعرفون ما هو المطلوب، كثيرة هي المشاكل لأن الطفل ما يعرف أي هو الصح والخطأ، يعاقب دون أن يعرف لماذا عقب، لا يعرف الصح والخطأ. واللمسات الأبوية أقصد فيها الوالدية من الأب والأم مهمة جدا. إذا أردنا أن ننجح موضوع فعلينا أن نترك البصمة الجميلة في إحداث التفاعل بين ثلاثة مكونات مهمة. هناك حاجات إنسانية سواء نفسية اجتماعية بيولوجية معروفة، هناك نقطة مهمة في هذه في هذا المثلث، القيم العليا والدين. أنا كنت مدرب تنمية بشرية وأقوم بإعطاء، يعني عندي البرميشن أني أقدم شهادات يتخرجون من التي أو تي، اللي هو أني أجهز مدربين، أدرب أفراد ليكونوا مدربين من أجل تقديم تدريب في أي مجال هم حسب تخصصهم. فكان هناك هرم اسمه هرم ماسلو للحاجات الإنسانية، وهرم ماسلو عنده خمس حاجات من ضمن الحاجات: الحاجات البيولوجية، والحاجة إلى الأمن، والحاجة إلى الانتباء، والحاجة إلى تقدير الذات، والحاجة إلى ارتقاء وتطوير الذات وتحقيق الذات. واسمه هرم ماسلو بناء على إبراهام ماسلو. أنا كنت أقول لمتدرباتي أنا أثق بنفسي كإنسانة مسلمة واعية، أنا كونت هرم دكتورة وجيهة بهبهاني، وماذا أضفت على هذا الهرم؟ إذا كان ماسلو شخص من الديانة اليهودية وفي عصره اعتمد على هذه الحاجات، نحن كمسلمين ونفتخر بعقيدتنا، أنا أضفت له القيم، الدين، الحاجة الأساسية للإنسان الدين. كم جائع يتحمل، وكم معذب يتحمل، وكم فاقد للأمل للأمن يتحمل. لماذا؟ لأن الذي يقوم باحتواء ذلك هو القيم العليا، هو الدين. إذن حاجتنا للدين هو أكبر كنز الإنسان يحتاج إلى أن يكون عنده. وكم نحن محظوظين بأن يكون عندنا الدين الإسلامي و بديننا مع معتقد محمد وآل محمد لذكرهم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إضافة إلى كل هذا هناك شيء يا دكتورة وجيهة، يعني دقيقتين حاولي تكملي من فضلك إن شاء الله. من وكل هذا وذاك عندنا التواصل الاجتماعي. نحن الآن أكثر ما يؤثر في شخصياتنا وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نعيش عالم الديجيتال، العالم الرقمي. إذا أنا كنت كامرأة جاهلة بالعالم الرقمي فهذا له التأثير السلبي. أنا الآن جدة وعندي أحفاد، وما ذلك تصوري ممكن أكون أعرف معلومات يمكن أكثر من أبنائي، ما شاء الله كلهم خريجين وجامعيين، ويعني عندهم القدرة على التعامل مع التقنية. ولكن أقول أن نحن نحتاج إلى أن نفهم كثير من أبنائنا الخطر في هذا الموضوع، أنه عالم الديجيتال، العالم الرقمي، هو من يعني من عام 1989، يعني الآن ما يقارب خلينا أقول كم 31 سنة بحسب الحسبة، العالم تغير، النظرة تغيرت، الأعمال تغيرت. قد يكون هناك إبداع، ولكن هناك تأثير خطير من هذا العالم، عالم الإنترنت،
عالم الانفتاح، عالم اليوتيوب، عالم القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة، أخطر ما عندنا. وعلى فكرة ليس العالم الإسلامي يعاني من ذلك، إنما هناك أيضا من جميع دول العالم تعاني. أحتاج بعد إذنكم دقائق بس زيادة، تعاني من هذا باختصار لأن وقت ضيق من فضلك. إن شاء الله من هذا الاستخدام التقني هو الخطورة في الموضوع. إذن ماذا نحتاج نحن كأولياء أمور؟ كم هو يعني صعب، كيف تشعر الأم أو الأب بالصدمة أو الذهول عندما تأتي بنتها وتقول لها أنا غير مقتنعة بالحجاب، أو الولد يقول أنا غير مقتنع بالدين، أو كم هو صدمة أن يكتشف أحد الآباء أو الأمهات أبنائه على علاقة غير شرعية، بالرغم ترى هذا مو بالعوائل الملتزمة، بالعوائل الملتزمة والتي تبني وتسير على طريق مرضات الله عز وجل ما استطاعت بالمنهج القويم. يا الله ماذا يحدث في أدمغة أبنائنا؟ إنها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. ماذا أفعل أنا كامرأة؟ ماذا أفعل لنفعل الكلمة الطيبة في التعامل مع أبنائنا؟ ساعات يقولون لي إحنا خليجيين وإحنا صحراويين وأهل الصحراء ناشفين. لا، رسول الله وأهل بيته كانوا من أهل الصحراء، كم تميزوا بالكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة تلين القلوب، الكلمة الطيبة تشد العقول، الكلمة الطيبة تهدئ النفوس، الكلمة الطيبة حتى تفتح الجيوب، والكلمة الطيبة صدقة. فإذا أحتاج أنا كأم تعامل كأمرأة بكلمة طيبة مرضات الله عز وجل بتعامل مع الآخرين. مهم جدا أن أشعر الأبناء بقيمتهم، بأهميتهم، بالتشاور معهم، بالتواصل معهم، بالتواجد معهم، بمعرفة حاجاتهم وما شابه. للاختصار أقول والمرونة، نحن نحتاج إلى المرونة لنقرأ عن المرونة، لنتعلم مهارات المرونة. مهم جدا أن أحط بذهني أني إنسانة خلقت من أجل أن أترك بصمة جميلة بهذه الدنيا في عمل الخير. كيف وأنا امرأة؟ لي دور الأم، لي دور الزوجة، لي دور الأخت، لي دور الابنة. أكون موظفة أو ربة بيت في العمل المهني أو في العمل التطوعي، يجب أن أشعر بقيمتي في أن أنا لي دور أني أرفع شأن الأمة الإسلامية. البعض يستغرب أنا أرفع شأن الأمة الإسلامية؟ نعم، أنا وأنتي وأختي وصديقتي ومن أهلي كلنا تتضافر هذه الجهود من أجل أن نرفع شأن الأمة الإسلامية. لا نيأس، شكراً أختي الكريمة. نحتاج الصبر، وهذه الصورة هي معبرة أن لا نفقد الأمل، قد أكون في آخر لحظة أنقذ إنساناً، وكيف إذا كان هذا الإنسان أحد أبنائي. كل الشكر والتقدير لكم. شكرا جزيلا دكتورة وجيهة. أنا آسف على المقاطعة بس لأن عندنا وقت محدد، فلا بد أن يعني نحدد الوقت، فأنا أعتذر منك، وخصوصا أنني استفدت كثيرا مما تفضلت به وسجلت أغلب ما ذكرتيه، وإن شاء الله تقرأينه وتجدينه معبرا عما أردت قوله. آسف مرة ثانية دكتورة وجيهة عن المقاطعة. والآن أتمنى أن الأخت ليلى مزبودي قد ارتبطت بنا ودخلت. هل أنت موجودة أخت ليلى؟ أخت ليلى موجودة أو لا؟ أنا موجودة. نعم أنا موجودة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك. أحاول أن أفتح الكاميرا لو سمحت. تفضلي. أحاول أن أفتح الكاميرا ولكنها لا تفتح. أنا حاضرة ولكن أحاول أن أفتح الكاميرا، حاولت عدة مرات. Start my video. ما في أحد معك يساعدك؟ دقيقة لو سمحتم. أجد صعوبة في فتح الكاميرا. تسمعني سيدي أليس كذلك؟ واضح صوتك جدا واضح، ولكن الصورة لا تفتح. الصورة لا تفتح. شير سكرين. لا لست أدري لما هي المشكلة. Start my video. يا أخي يوسف تقدر تشيل الشير سكرين؟ يمكن هو سبب.
Your camera has been occupied by others. تعطي إنه الكاميرا كاميرتي مستعملة من قبل الآخرين. الله يستر. الله يستر. هل وضحت الصورة؟ لحد الآن ما خرجت الصورة. يعني ممكن تبدأي. عفوا دكتور، يظهر الكاميرا من جهة الأخت ليلى، الكاميرا مغلقة، يعني في مشكلة. نعم. من جانبكم ليلى. في المشكلة. طيب هل 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 أنتم مستعدون لسماع الصوت بدون الصورة؟ ما في مشكلة. أعتقد هناك مشكلة في الصورة على ما يبدو. أدري دكتور وجيهة، ولكن هناك مشكلة في الصورة. في الشيرينج. شيرينج سكرين شيرينج في مشكله تصور ابو هاشم، يعني اي لازم يوقف الشيرينج مع دكتور وجيه. اخ يوسف وقف. اذا تريدون اعطاء المجال لاحد اخر، لشخص اخر للمداخله. لحظه اختي دقيقه بس اخ يوسف، سكرت السكرين شيرينج. يوسف. نعم مسكر، ما حد يقدر الحين يسكر. الان ما في، حاولي مره ثانيه، واذا ما صار تفضلي بالكلام فقط بالصوت من دون. سوف نحاول. لا يظهر الان، الان زالت المشكله. بامكانكم الان الكاميرا تستعمل. حاولي الان، لان عندي الكاميرا مفروض مفتوحه عندكم، ماكو اشكال. لا افهم المشكله بصراحه، يعني او انه لا تفتح الكاميرا ابدا. يمكن مش موصل. لا يزال الخط احمر. يزال الخط احمر. احاول في الجهاز الاخر. الاخت ما تستطيع. كيف بدي ابعث لك اياها؟ دقيقه. يعني عندي بالقائمة أنه فتحت الكاميرا. أعتقد أنني سوف أعطي المداخلة بالصوت بدون صورة. أعتقد أنه لا يوجد حل آخر، ولست أدري ما هي المشكلة هنا بالنسبة إلى لا أعرف. أحاول أن أكبس ولا يزال الخط الأحمر على الكاميرا. الحل الآخر أنه تخرجي من البرنامج وترجعين مرة ثانية. يعني اللي إذا نعطيك 5 دقائق إذا في أسئلة للأخت وجيهة، دكتورة وجيهة، وأنت تسكري وتدخلي مرة ثانية. أخاف نفقدك مرة واحدة كامل. شوف الميوت مشي ولا. تفضلي سكري التلفون أخت ليلى، ونواصل مع الدكتورة وجيهة إذا في أحد، إذا في تعليقات، أو ما دام أنت تخرجي وتدخلي مرة ثانية. دكتورة وجيهة، أنا ممكن أقدم لك سؤال إذا تفضلت، إذا تسمحي لي. مسألة هي الوسائل التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي، هذا أصبح معانا جزء من حياتنا، بس أين يعني يقع دور التربية؟ يعني ما إلى أي مدى ممكن أن تكون التربية قادرة على وقف التأثير؟ لأن التأثير أنا أعتقد، يعني أعطيك مثل بس فقط، يعني الآن إحنا عود الشباب والشابات تعودوا أن يقرأوا مثلاً التغريدة فيها 240 حرف فقط. يعني الآن صار عندنا جيل لا يستطيع أن يقرأ أكثر من 20 أو 30 كلمة فقط. تعطيه مقال ما يقرأ، تعطيه محاضرة طويلة فيها نص ساعة ما يريد، المحاضرة إذا تجاوزت أكثر من 10 دقائق ما يريد يسمعها وما تريد تسمعها. فأنت في صراع مع قوى عظمى كبرى. إحنا يعني الكلمة الطيبة لها أثرها، لكن كيف نعيد تموضعنا بحيث نستطيع أن نتحدث، أن نغالب ونصارع هذا التحدي الكبير الذي أصبحت التكنولوجيا هي الداعية الغربية، هي الرسول الغربي للعالم في مقابل أساليبنا المعروفة. حقيقة دكتور سعيد، هذا الطرح وهذا الجانب أحسنت، جدا جدا مهم ورائع. أنا لو أقول مستويات المعرفة، مستويات المعرفة عندي 3: العلم، ثم التنبؤ، ثم التحكم. يعني
أنا عشان أكون مؤثرة، خلني أقولها ثلاث عوامل مؤثرة، نحن نعيش في عصر التكنولوجيا، عصر التسابق العلمي. أنا لازم ما لازم أكون مكانك راوح. إحنا لو نشوف مشاريع صغيرة عملها شباب، أتكلم عن الكويت، أتفاجأ في هذا الإبداع عند الشباب عندما تعطى لهم الفرصة. إذن أنا لا أنتظر أن فقط تجيني مؤثرات سلبية من الغرب حتى أنا أي أقول يلا شلون أنا أواجه. لا، أنا أدعو لأن نخترق نحن، بالعكس نحن اللي نخترقهم ونحن نكون مؤثرين. يوما ما في الغرب عندما كان من يحمل كتاب مثلا ابن سينا في الطب، هذا أيامه وقته في العصر المظلم الأوروبي، كان واو هذا الإنسان واصل. ولماذا لا يأتي هذا اليوم؟ أنا متفائلة، كل علمائنا وكل مراجعنا يدعون إلى العلم والمعرفة وتوظيف التكنولوجيا. الدولة التي تمتلك قوة التكنولوجيا وقوة الكريمة، ما ليس خلاف على ما تفضلت فيه، ليس هذا مو موضوع الكلام. أنا أقول الآن إحنا أمام تحدي كبير، يعني أنا كيف أواجه حالة ثقافية تمنعني من أن أتكلم نص ساعة؟ يعني أنا ما أقدر أبقي محاضرة فيها نص ساعة لأن ما في أحد يسمعها، فقط هالعجائز مثلي أنا هم اللي يسمعون. الشباب ما نستطيع نعمل أحسن البرامج يا بنت الحلال في لندن، ما يقبلوا الشباب ولا الشابات يحضرون. ليش؟ لأن طويلة. إذا المحاضرة تستمر والجلسة، شوفي الآن هي جلستنا الآن وإن ما في ولا واحد تحت الأربعين أو الخمسين. تفضلي. صحيح، كلامك صحيح تماما. الآن إذا أناقش، ما الذي يجذبهم بوسائل الإعلام الثانية؟ سؤال، أنا ودي الجمهور يشاركني عبر الشات، عبر الشات خلي كتبون ما الذي يجذب أبنائنا لوسائل الإعلام الثانية، برامجهم، اليوتيوب، التلفزيون، قنوات الفضائية، الانترنت. مثلا احنا بناتنا ممكن عندنا الفاشينستات والبلوغرز ما الذي يجعلهم؟ ليش ممكن فيلم يظل ساعتين قاعدين له يا استاذ؟ عرض مسرحي ساعة ساعتين قاعدين، واحد يتكلم، لاعب يتحدث، مشهور يتحدث، لو يقعد نص ساعة ساعة يقعدون. ما الذي يجعل، ما الذي يجذب أبنائنا في هالأمور؟ هناك أساليب، هناك تقنية أستاذ سعيد. إحنا أحياناً بعض مراكزنا الإسلامية مع الأسف الشديد طاردة وليست جاذبة، فقط إلقاء، ليس الكل. هناك من يبدأ تفعيل التكنولوجيا، تفعيل الوسائل الجذابة، تفعيل، يعني نبدع في أساليب الطرح وليس الموضوع. نحتاج أن احنا نتعلم. الأخت حنان تقول جفاف المواضيع الدينية. إيه أنا ودي أشوف بالشات. إيه، وقصور الإعلام والفضائيات، هذا أحد الأسباب. أن مواضيع، طبعا احنا لا ننسى يا أختي، يقول أن أمرنا صعب ومستصعب، لا يقول نعم. إلا نبي مرسل أو ملك مقرب. احنا نعم. فلذلك احنا أمام صراع حقيقي. جيد ان تشاركون اخوان واخوات، اذا او تشاركوا بالكلام او تكتبوا مثل ما تفضلت الدكتوره وجيهة. نعم، انا ودي اسمع بالشات يعني تجربه ناجحه، مثل ما تفضلت دكتور سعيد، ان مثلا انا نص ساعه البعض ما يتحمل كلامي، مثلا ساعه ما يتحمل. طيب هل في ناس عندهم تجربه ان قاموا بفعاليه بنشاط ساعه والكل مشدود فيه ولا ما فيه؟ ممكن أسمع تجارب، أو أحد يحب يتكلم أو يكتب بالشات. كاتبين الآن. المشكلة حسب ما يقول الشباب، لا يهتم الشباب بكلام الكبار مهما كانوا، ولكن يسمعون من الشباب في نفس العمر، خصوصا لو كانوا أصدقاء وأقرباء. يعني الشباب لا يسمعون إلا من أنفسهم، يعني من جيلهم. هذه أحد الإخوان. كلمة أخرى، إهمال زرع حب الله والارتباط فيه منذ الصغر، لم نزرع حب الله. أنا ودي أعلق على هذه أستاذ سعيد، هذه أعلق على جدا مهمة. لعلنا نحن وايد نتحدث مع المراهقين والشباب. طيب أنا عندي جيل قادم، الأخت هذه حسب ما أشوف أخت دلال تتحدث عن الصغار، عن الأطفال. أنا عندما أزرع حب الله
وطاعة الله، وهي أصلا هي بالفطرة حب الله، ولكن عندما يطبق ذلك وكقيم في البيت وفي الأسرة عند هذا لهذا الطفل، وفي في ترى مراكز أو في جمعيات أو في على مواقع ترى تطرح بشيء بشكل جميل تجذب الأطفال إلى حب الله. عندما نزرع حب الله في الأطفال تأكدوا أن هذا ثمارة راح تطلع. يعني تدري أنا في دراسة تقول عن الملحدين، اجتمعت الدراسة على أن أكثر الملحدين لماذا الإلحاد؟ باختصار في سبب وايد كبير، أن الظلم منتشر، كيف يرضى والعياذ بالله، كيف يرضى الله سبحانه وتعالى بهذا الظلم؟ إذن النتيجة الإلحاد. خلينا نختصر لأن في شجعت الناس الآن يتكلموا فصار كلام كثير من عندهم. باختصار حتى لأن في الآن مثلا يقولون أنتم تعيدون نفس الشيء منذ سنوات منذ سنوات البرامج نفسها، وأنتم فقط تقولون صلوا وصوموا واقرأوا القرآن وهكذا. هذه تعليق. هذا قد يكون رأي صحيح أستاذ سعيد في بعض المراكز، صحيح كلامه الأخ، لذلك لازم نطور بالأساليب وبالوسائل. في يعني الأخ دلال كاتب الوسيلة تحتاج إلى تغيير، أنا أتفق معها 100%. الوسائل القديمة، هناك وسائل جديدة. لماذا نحن لماذا جهات مثلا المتمكنة والقادرة تهتم بعمل مثلا منصة إلكترونية مهمة فيها وسائل تقنية حديثة، إصدار مسرحيات وأفلام؟ أنا حضرت مسرحية أطفال قبل أقل من سنة، يعني سنة ونص على المسرح، ولكن طريقة العرض أشوف شيء من السقف وشيء من الأرض وشييني قدام وشييني من وراء وبطريقة ألوان وطريقة. هل نحن غير قادرين على ذلك؟ بتضافر الجهود نستطيع أن نفعل. لم يحدث أو يجدد الخطاب الاجتماعي والديني. نعم، هذه تعليق آخر. نعم، خلنا نسمع بعض التعليقات وبعدين ممكن تعلقي عليها من فضلك. نعم. الآن في هناك توجه عالمي لإنقاذ العالم من الضعف الوجداني، الناحية الروحانية الداخلية هناك ضعف وهشاشة، فهناك توجه وهو توجه قليل محدود. هذه نقطة أخرى أختي الدكتورة وجيهة، هذه الوسائل التي ذكرتيها يمكن استثمارها في نقل الثقافة الإسلامية والتربية الاجتماعية. ثم نقطة أخرى، القدوة غير موجودة. نعم. وبعدين نقطة أخرى، حب الله لا يناله إلا المتقون. بعدين الوسيلة تحتاج تغيير. هناك أيضا نقطة أخرى، احترام الأهل. وهناك أيضا الإمام علي يقول أدبوا أبناءكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. نعم. فخلاص هذه تعليقات، تفضلي الآن إذا عندك تعليق على هالكل مجمل ما ذكر، تفضلي. نعم، جميل، جميلة المشاركات، وصراحة هي عين الصواب، أنا أراها جميلة جدا وواقعة. في أيضا تعليق عجبني هني، أن حب الله لا يناله إلا المتقين. فعلا، ولكن أنا عندما أزرع وأقوم بتعويد الطفل على حب الله منذ صغره، يعني في برامج إحنا لو نبحث عنها ممكن نلاقيها، ولكن أنا لحد الآن حقيقة يمكن جماعتنا يعني قد ما أشوف إن وايد هالبرامج موجودة، ولكن في إبداعات لمجاميع أخرى تقوم على أسس إن أصلاً الفطرة، فطرة الله سبحانه وتعالى التي خلق الإنسان عليها، هي الفطرة السليمة، هي حب الله، هي التعلق بالقيم العليا السامية. فعندما هذه يتم الاهتمام فيها منذ الصغر ترى تأثيرها كبير. إحنا نتطلع الآن إلى الجيل القادم، حتى لو إحنا ما نفقد الأمل بهذا الجيل، ولكن عشان كذي أنا ختمت عرضي إنه يعني ما بأطول، ولكن ختمت عرضي بالصورة إنه لا تفقدون الأمل. إحنا نؤدي التكليف بكل الإمكانات بالوسائل المتطورة. وايد طرحوا، لو تشوف دكتور سعيد وايد طرحوا أسلوب قديم، صيام، صلاة، وعظ، إرشاد. لا،
نحتاج إلى الحوار المفتوح. خليني بس أقول مثل إذا تسمح لي ضايقنا بس كلمة واحدة من فضلك حتى بس دقيقتين للمثل. في واحدة خذت بنتها ما تبي تتحجب، عمرها 16 سنة، ودتها لأخصائي، قالت له هذه البنت ما تبي تتحجب، كل ما أقول لها تحجبي حرام، أكو نار، أكو جنة، ما يجوز، وهي لا تريد الحجاب. عندما راحت إلى الأخصائي قال لها الآن لماذا لا شنو مشكلتك؟ كان تقول أمي تريدني أن أتحجب. قال لها هي ليس أمك من تريد لك الحجاب، هو الله من يريد لك الحجاب. الآن سؤالي، هل أنت لا تريدين الحجاب عن قناعة فكرية ومعتقد، أم أنت لا تريدين الحجاب عن خلينا نقول عن يعني شكل، عن مظهر، عن شهوة، عن أنت تبين تخافين على شكلك، تخافين على جمالك، قد يقيدك بالرياضة بالحركة مع صديقاتك، تب تظهرين الجمال، تب تحطين الميك أب، تب تطلعين شعر، أم ماذا؟ هل أنت مؤمنة بأن الحجاب واجب؟ تقول لا أنا أدري إن الحجاب واجب. قال لها ممتاز، إذا خلينا من هالسكة نيل السكة الثانية، الآن لماذا لا تريدين الحجاب؟ قالت أنا ما أحب أشوف شكل بالجمال. قال لها طيب، تخيلي عندنا 10 شباب وعندنا 10 بنات، ونقول حق كل شاب على حدة من تعتقد أجمل وحدة، هل تعتقدين أن الجميع سيختارون وحدة؟ قالت لا. قال لها ممتاز، إذن الجمال نسبي. تدرين أنا أعرف واحد من الشباب يعتقد أن المرأة التي يعني يعتز أو يميل لها أكثر هي المحجبة؟ إذن لا يعني أنك لا تلبسين الحجاب أنك لست جميلة. هذا واحد. شكراً جزيلاً. من قال لك؟ طولنا كثير لأن الأخت ليلى قاعدة تنتظر. إذن حسن الحوار، إذن أقصد مهم جدا حسن الحوار مع ابنائنا، ننتقي الحوار مع ابنائنا. شكرا جزيلا. جزاك الله خيرا يا دكتوره وجيهه، واعذريني عن المقاطعه بس الظرف يفرض هذا. اخت ليلى احنا الان نراكي، مشكوره على الجهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فيا اخت ليلى اسفين على التاخر عنك، ولكن استفدنا كثيرا من دكتوره وجيهه، والان تفضلي الميكروفون امامك، تفضلي. ظاهر في مشكلة عندك. أستطيع البداية؟ تفضلي. يعني باشر؟ تفضلي. تفضلي. لأنني أسمع صوت الدكتورة وجيهة. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعتذر أولاً للمشكلة التقنية، يبدو أن هناك مشكل في الجهاز الآخر. شكراً جزيلاً لاستضافتي. شكراً دكتورة وجيهة. أتمنى أن يكون لقاءنا مفيد. أتمنى ذلك. لأن الموضوع جدا مهم، الموضوع جدا مهم. أعيد العنوان، عن الهجمة التي تدين المرأة المسلمة، ما هي مظاهر الهجوم وكيفية مواجهته. أعيد تذكير فقط بالعنوان. ملاحظة قبل أن أبدأ، من الملاحظ لكل ما يتعلق بالهجمة على المرأة، على المرأة المسلمة من خلال حجابها. الحجاب هو أحد العناوين الأساسية التي يراد من خلالها الهجوم على المرأة المسلمة، وأتحدث بالتحديد عن الغرب، وأنا أتابع نوعاً ما يحصل في الغرب، وعلى وجه التحديد ما يحصل في فرنسا. ففرنسا هي رأس حربة الإسلاموفوبيا منذ أكثر من 30 عاماً، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وبالتحديد منذ العام 86 فرنسا شنت حملة على الإسلام، وكان أحد الملفات الرئيسية التي استعملتها هو المرأة في الإسلام، والحجاب أحد عناوينها. يراد من خلال القصف، إذا جاز التعبير، على موضوع المرأة، يراد تحقير الإسلام كدين إلهي باسم العلمانية. هكذا هو العنوان الرئيسي الذي تتحدث باسمه فرنسا، بأنها باسم العلمانية لا تستطيع تحمل مظاهر دينية. ونحن الآن في الفصل الأخير من هذه الحرب، ما أسماه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواجهة الانفصالية الإسلامية. كل مرة هناك عنوان لهذه الحملة على الإسلام، أخيرها كانت مواجهة الانفصالية، ودوما خلال هذه 40 عاما
هناك دوما عودة إلى المرأة إلى الحجاب، وتعرفون في فرنسا الوضع مثلا مختلف عنه في بريطانيا. في فرنسا لا تستطيع الفتاة المحجبة أن تدخل إلى المدرسة، يجب أن تخلع حجابها. الفتاة المحجبة لا تستطيع أن تعطي صورة لها للباسبور للجواز السفر وهي محجبة، لا تستطيع أن تضع صورة محجبة على الهوية، يجب أن تكون بلا حجاب. الحملة شرسة، وكانت هي عنوان الحملة على الإسلام وعلى وكانت حملة الإسلاموفوبيا. الموضوع جدا مهم أن نتحدث عن المرأة في الإسلام وأن نتحدث عن الحجاب. ولاحظ أحيانا عندما أتابع على المواقع التواصل يقولون ما هذا الموضوع، هذا ليس مهم، هناك مواضيع أهم. فعلا هو لدينا مواضيع جدا مهمة في عالمنا الإسلامي، ولكن هذا أيضا يراد منه أن يكون العنوان الذي من خلاله يراد تشويه صورة الإسلام. إذن سوف أتحدث عن نقطتين. أتحدث عن الذين يشنون حملة على المرأة وعلى الحجاب. من ناحية هناك من هم ضد الدين، من هم ضد الدين ويعلنون ذلك بأنهم يرفضون الدين، يرفضون دينا إلهيا، هم يريدون أنظمة وضعية يصممها الفلاسفة والمفكرون والقضاة وما إلى ذلك والفقهاء القانونيون، ويرفضون أي تدخل للدين ويعتبرون، وبالتالي جزء كونهم يرفضون الدين فهم يرفضون الإسلام ويرفضون موقع المرأة وكل ما ينص عليه للمرأة في الإسلام. هناك بالنسبة إلى الذين يشنون حملة أيضا على المرأة هم من هم من المتدينون من ديانات أخرى، وهذا ضمن أيضا ضمن ما هو معقول. يعني نحن علينا أن نتوقع بأننا منذ يعني هناك حالة صراع مع الإنسان المؤمن منذ البداية، منذ مع آدم، يعني منذ مرحلة الآدمية هناك صراع، وهذا أمر طبيعي، علينا أن نواجه هذا الصراع. أحيانا يستعر أحيانا يخف. نحن نعم ألاحظ في المراحل الأخيرة الإسلاموفوبيا مستعرة، والوضع بالنسبة للمرأة بالتحديد كما قلت. مثلا من الأمور التي تم تداولها من قبل هؤلاء الذين هم يرفضون الإسلام وبالتالي يرفضون كل ما يتعلق، فمثلا بالنسبة إليهم يصوبون على الحجاب على وجه التحديد. مثلا يقولون بأن الحجاب موضة قديمة، لأنه عادة قديمة وأنه ليس ظاهرة عصرية، ونحن نعرف جميعا بأن هذه المقولة خاطئة 100%، لأنه لدوما اقترن السفور مع الحجاب خلال في المجتمعات القديمة، لم يكن الحجاب ظاهرة لمفرده في المجتمعات، ولطالما اقترن السفور معه، وليس صحيح بأن الحجاب هو حالة قديمة والسفور هو حالة عصرية. هذه أخطاء يتم ترويجها، نظريات يتم ترويج. وهنا مثلا في الكتابات الفيمينيستية الغربية وبالتحديد في فرنسا، لأنني تابعت البعض منها، بالنسبة إلى الحملة على المرأة يتم الترويج بأنه الحجاب ووضع المرأة في الإسلام هو وضع دوني بالمقارنة مع وضع الرجل. المرأة لفام سوميس كما يقولون، المرأة الخاضعة للرجل ولسلطة الرجل وما إلى ذلك، والحجاب هو أحد أشكال هذا التسلط على المرأة وما إلى ذلك. هذه من الأفكار الرئيسية، النظريات الرئيسية التي يتم تداولها وتغذيتها بشكل دائم. هناك أيضا جانب جمالي تحدثت عنه الدكتورة وجيهة وهو جدا أساسي بالنسبة إلى الحجاب. مثلا هناك ضرب للجانب الجمالي في الحجاب، تم تصويره بأنه على المستوى المعنوي هو فرض وهو إجباري، وكأنه تجبر الفتاة المسلمة، علما أنه نحن في 40 سنة آخر 40 سنة كانت هناك عودة إرادية من قبل الفتيات إلى الحجاب، وكانت أحيانا عودة مع صراع مع الأهل ومع صراع مع المجتمع، لم تكن عودة سهلة أبدا بالنسبة إليهن، وهم إلا ويلقمون بأن الحجاب هو يفرض ويرفضون أي نظرية أخرى والتغيرات التي حصلت في السنوات العشريات الأخيرة. ويتم تصوير الحجاب بأنه حالة بشعة ليس جمال. وأحيانا نحن نكون في موقع دفاعي ونجد أنفسنا أنه مثلا يسخرون عندما نحجب فتاة صغيرة، ليست صغيرة ولكنه
نحن نعم إنها صغيرة ومبكر، ولكنه الجمال الذي نحن عندما نقدم أحكامنا ونقدم هذا الحجاب بأنه حالة جمالية وليست حالة بشعة، أعتقد بأن الصورة أيضا تكون مختلفة. أريد أن أشير إلى تجربة شخصية. ذهبت في المرة الأولى إلى فرنسا وأنا محجبة في العام 84، كان الحجاب جدا نادرا في أوروبا. كنت في الطائرة في الأير فرانس وقد اخترت ملابسي بشكل أنه تكون ملابس أنيقة يعني. جاءت في آخر السفرة مضيفة الطيران قالت لي أنت لماذا تلبسين هكذا؟ فقلت لها أنا امرأة مسلمة ملتزمة والإسلام يطلب مني أن أكون محجبة. قالت لي زيك جميل جدا. كان هذا في العام 84، لم يكن هناك حملة على الإسلام، رأتني كما أنا وهي مضيفة الطيران يعني، وتعرفون مضيفات الطيران والاهتمام بأزيائهن وشكلهن. وما قالت لي زيك جميل جدا. نعم نعم الحجاب جميل، بمعزل عن كل أنه سواء كان عباءة ولا. أريد أن أخبر قصة أخرى حصلت مع زوجة أحد العلماء اللبنانيين في البرازيل، وهي رفضت أن تخلع العباءة، ذهبت للإقامة في البرازيل ورفضت. حاول فضيلة السيد أن ولكنها لم، قالت له لن، خلعت فقط النقاب وتركت العباءة. سألتها ماذا كانت ردة فعل الناس في البرازيل عندما رأوك؟ قالت لي كانوا عندما يرونني يقولون مادري ماريا، السيدة مريم. عندما رأوها بالعباءة في البرازيل نقلتهم إلى السيدة مريم عليها السلام. إنه جميل، الحجاب هو الجمال. وأعتقد أنه نحن أحيانا نكون في موقع الدفاع ولا لا، إنه هو الجمال. هذا بالنسبة إلى هناك جانب آخر من الحملة على الحجاب بالتحديد، على أن وهي حملة تأتي، لا تأتي من هؤلاء الذين يريدون محاربة الإسلام، تأتي من داخل بيئتنا، تأتي من داخل بيئتنا، وقد وتقول بأن هذا الحجاب ليس واجب أحيانا. وهي ليست حملة جديدة على فكرة يعني، دوما هناك الجهات العلمانية نوعا ما اليسارية. أنا أذكر حتى والدتي كانت ضمن حزب البعث في سوريا، وكانوا يقولون لها بأن الحجاب عندما كانت صغيرة بأن الحجاب هو ظاهرة فارسية وظاهرة تركية عثمانية ولا يمت إلى الإسلام وما إلى ذلك. هناك دوما يعني محاولات من الداخل الإسلامي التشكيك ببعض الأحكام من الداخل بأنها ليست إسلامية. قد تأتي هذه المحاولات من جهات خبيثة تحاول أن تضرب من الداخل، ولكنها أيضا قد تأتي من جهة من شباب وشابات لدينا يطرحون تساؤلات. وأعتقد بأنه نحن علينا على العلماء، على المثقفين الذين يتابعون موضوع الإسلام والمرأة، أعتقد بأنه عليهم دوما أن يبحثوا عن هذه الأسئلة، أن يستنصتوا إلى هذه الأسئلة وأن يجيبوا عليها، وأن أعتقد أن يجدوا دوما أساليب جديدة في الإقناع. تحدثت الدكتورة وجيهة عن أساليب إعلامية، عن أفلام. نعم هذا الجانب الجمالي أساسي جدا، سواء كان من خلال الصور، من خلال اللوحات، من خلال الأناشيد الجميلة، من خلال فيديوهات، من خلال أفلام تتناول بطريقة ذكية، وحتى نعطي، حتى نلبي هذا الجانب الجمالي والفنوني. أعتقد بأنه علينا أن نسمع ماذا يقول هؤلاء المنتقدون، وأن نطل أيضا على تجارب. علينا أن لا يعني أن نعترف بأن التجارب الجمالية الفنونية لدى الغرب أحيانا تكون جدا قوية وجدا فعالة. من المفيد أن ندرس وأن نستقرئ عناصر نجاحها وتأثيرها وأن نستعملها. ولدينا تجارب جميلة، وأنا أذكر في الجمهورية الإسلامية هناك تجربة السينما جدا جميلة، هناك تجربة الرسوم جدا جميلة. أريد أن أعطي ملاحظة في إحدى الندوات عندنا في لبنان عن السيدة الزهراء عليها السلام. كنت حضرت الندوة وأردت أن أحضر بعض التصاوير، فأبحثت على الإنترنت، لم أجد إلا تصاوير متعلقة بالزهراء عليها السلام وهي تظهر حزنها، تظهر تعاستها، تظهر السواد، تظهر قصة الدخول إلى المنزل. كانت كلها نوعا ما يعني تصويرات جلالية،
واقترحت أنا ذاك لماذا لا نظهر التصويرات الجمالية المتعلقة بالسيدة الزهراء، التصويرات المتعلقة بصلاتها كعروج، وهناك الآن صورة جدا رائعة لصلاة الزهراء ما بين الورود والسماء والجنة، يعني الآن يجب أن نظهر تصويرات. نحن أيضا في زمن الصورة، والصورة تحمل يعني هي جانب جمالي بجلاله وجماله، ويجب أيضا أن نظهر. أنا أؤيد إظهار الصور الأخرى الحزينة، ولكن يجب أن يكون هناك الصور الجمالية التي سواء كانت بالشكل ولا كانت بالكلمة، من خلال أدعية الزهراء عليها السلام، من خلال كلماتها، من خلال نصائحها، من خلال حبها، من خلال إظهار أهميتها. يجب أن نظهر بالتحديد أهمية الزهراء بالتحديد عليها السلام، أن نبرز هذا الدور، إنها تشفع كالأنبياء. السيدة الزهراء تشفع كالنبي محمد صلى الله، يعني هنا نرى قيمتها. يعني لأنهم أحيانا يقولون إنه نحن في الإسلام نضع النساء جانبا، لا يوجد امرأة نبية، لا يوجد امرأة رسولة. هذه من الإشكاليات التي تطرح، والتي من يجب أيضا أن نجيب عليها، وأن نبرز تلك النساء الأساسيات، السيدة الزهراء، السيدة خديجة، السيدة آسيا، السيدة مريم، وفيما بعد السيدة زينب، السيدة أم البنين، السيدة أم سلمة، وكله يجب تبريزهن، إبراز تلك النساء، جهادهم، عملهم، تضحياتهم، كلماتهم. عفوا، السيدة الزهراء قد تعتبر أول أستاذة في التاريخ، قد تعتبر لأنها كانت تدرس الأمور الدينية لنساء الأمة، قد كانت تستقبلهم في منزلها. صحيح أنها لم تكن تخرج، نحن نركز أنها لم تخرج، لم يراها رجل ولم ترى رجلا، ولا نركز على الجانب أن بيتها كان مدرسة دينية تستقبل فيها النساء وتعطي الدروس وتعلم الصلاة وما إلى ذلك. لا نركز على هذا الجانب الجهادي الأساسي، وعلينا أن نركز على الجانب السياسي أيضا الذي ساهمت به السيدة الزهراء عندما رأت أن الإسلام بخطر، وعندما خرجت وأصبحت تذهب إلى البيوت وتنادي بموالاة الإمام أمير المؤمنين، وخطبت هي التي لم يراها رجل، خطبت أمام الرجال في المسجد ووضعت حجاب. يجب أن نبرز بأن حجابها لا يمنع دورها سواء كان الديني أو كان السياسي أو كان الجهادي. عفوا، هنا أتحدث عن الأساليب التي نعم يجب أن نبرز هذا، ولكن عندما يكون يأتي النقد أو الإشكاليات التي تطرح من قبل الشباب، يجب أن تسمح لنا بأن نعيد أساليب تقديم أحكام ديننا. يجب أن نعيد تقديم يعني هذه الأسئلة هي التي تسمح لنا بإعادة فهم ديننا، ونحن سوف نواصل حتى آخر يوم بفهم ديننا، لم نفهمه نهائيا أبدا حتى ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبالتالي فهذه الأسئلة والإشكاليات هي مناسبات، هي فرص حتى نعرف كيف نعيد تقديم الأحكام. أريد فقط بين قوسين أن أخبر موضوع يعني حصل معي لا علاقة له بالحجاب، لكنها علاقة له بالإسلام. عندما كنا ندرس الفقه ما هو أحكام اللحوم الحلال وما الحلال، تبين لي خلال درس الفقه بأن هناك ليس فقط لحم الخنزير ولحم القرد الممنوع، تبين عندما نصنف الحيوانات كل الحيوانات الكارنيفور التي تأكل لحوم هي محرمة، من الأسد والقط والكلب وكل الحيوان، وكل الحيوانات ما يسمى بالأومنيفور بلغة العلوم الطبيعية التي تأكل كل شيء على غرار القرد وعلى غرار، هي أيضا محرمة. وتبين أنه من بين الحيوانات الأربيفور التي تأكل الأعشاب والحبوب التي هي محللة. واقترحت هذه الفكرة على أختي عندما ذهبت إلى فرنسا، لأنها كانت ذهبت لتدرس، قلت لها عندما يقولون لك لماذا لا تأكلين الخنزير، اطرحي عليهم هذه النظرية. وقد كانت هذه النظرية مؤثرة عندما قالت لهم لا نأكل لحم الكارنيفور ولا لحم الأومنيفور، نأكل الأربيفور. توقفوا عند هذه النظرية، هذا الأسلوب، هذا هو الأسلوب. ونحن دوما نحتاج إلى أسلوب جديد نستعمل فيه القواعد العلمية، يجب أن نستعملها، لا أن نقف عندها، ولكن يمكن لنا أن نستعملها في تقديم ديننا.
أريد بالنسبة إلى موضوع الحجاب نقطة أساسية بالنسبة لي من خلال تجربتي. أنا من اللواتي التزمنا بإرادتي، أنا أنتمي إلى منزل علماني، والدتي غير محجبة، أختي غير محجبة، أنا كنت أعيش بفرنسا لفترة طويلة، عدت إلى لبنان وقررت، وكان قرار الحجاب قرار قناعة من قبلي، ولا أزال أطور قناعتي متعلقة بالحجاب، وأتساءل لماذا يجب علينا أن نتحجب؟ نعم قد نسأل هذا السؤال المركزي، لماذا نحن في الإسلام، لماذا الله عز وجل طلب من المرأة؟ وأعتقد أنه دوما علينا أن نجيب وأن نكتشف دوما ما هي أسرار وأحكام هذا الحجاب. وأعتقد أنه أحد المقاربات التي قد تكون مفيدة عندما نتناول موضوع المرأة ونتناول موضوع الحجاب بالتحديد، لأنه عن جد إنه عنوان أساسي يتم من خلاله الضرب على المرأة وعلى الإسلام، أنه لا يمكن أن ننظر أن نتناول هذا الموضوع بشكل منفصل عن المنظومة الإسلامية، عن رؤية الإسلام، رؤية الله عز وجل إلى الإنسان ببعديه الجسدي والروحي، وعن رؤية الإسلام إلى الحياة ببعديها الدنيوي والأخروي. هذا الحكم، فلسفة هذا الحكم مرتبط، يجب دوما أن يكون مرتبط بالفلسفة الكلية المتعلقة بالنظرة إلى الإنسان وإلى الحياة، نظرة الإسلام إلى الإنسان وإلى الحياة، وإلى دور الإنسان كخليفة الإنسان على كان خليفة الله عز وجل على الأرض. وقد وضع الله عز وجل، يجب دوما أن نركز بأن كل ما نقوم به من صلاة من أحكام متصلة بهذا الجانب، جانب أن نحن لدينا جانب روحي هو أساسي، هو أساسي الجانب الروحي في الإسلام. الإسلام يعترف بالجانب الجسدي، يعترف به ويعتبر بأنه يجب تلبية حاجات هذا الجانب، ولكن يعتبر بأن الارتقاء يتم من خلال الجانب الروحي، من خلال وليس من خلال وإلا، وأنه لا طريق، إما أن ترتقي الروح وإما أن تسيطر الشهوة. والإسلام لا يرى الدنيا بأن الحياة بأنها دنيا فحسب، الإسلام يرى أن هناك آخرة وأن الموت هو ممر إلى الحياة الخالدة، وبالتالي فهو وضع كل الأسس التي تقوم عليها هذه النظرة. ومن أجل الارتقاء الروحي، من أجل الارتقاء الروحي يبد من ضبط الشهوات الجسدية، وهنا نفهم أكثر الحجاب. من أجل الارتقاء الروحي يجب ضبط الشهوات الجسدية، من بينها تلك الشهوات الجنسية. الإسلام هو الدين الوحيد الذي حدد ما هو الحجاب. الحجاب معناه أن تبدي شيء وأن لا تبدي أشياء، ما تبديه هو الوجه واليدين، ولا تبدي الآخر، كل الأمور الأخرى. وضع حد، يعني يجب حد ما تظهره المرأة والوجه واليدين، والآخر يجب أن لا يبدو، في مقابل وضع الحدود. عندما أنت تضع حد في المقابل العكس، الحالة العكسية هي لا حدود، يعني إما الستر القائم على الوجه واليدين فقط، وإما فأنت لا حدود. لهذا نرى في العالم الآخر هناك ذهاب تدريجي نحو العري، لأنه لا حدود، حتى ولو مرحل هو يتم ولاحظنا خلال 150 عاما زي المرأة في أوروبا ليس كما هو اليوم، هناك تدرج في العري، في تدرج في الخلع تدريجيا، ويبرر له نظريا بشكل دائم، لماذا تظهرين هنا ولا تظهرين هنا، وما الفرق بين هنا وهناك. وبالتالي نظرية الحجاب في الإسلام التي تضع حدود هي التي تضبط عدم الذهاب إلى التفلت وإلى العري، والعري هو إطلاق الشهوات، والغرب هو دليل على ذلك. نحن أمام غرب مادي لا ديني، لا يريد الله في الحياة، ونرى ما الذي يحصل، وعلينا أن نصوب على الغرب، وعلينا لأنه هو نموذج البيئة التي ترفض الله، ونراها كيف تنهار. هناك الإباحية، وهناك الأمراض الجسدية والأمراض الجنسية، لا أريد أن أتحدث، أنا أتابع الموضوع بشكل مفصل في الغرب ما هو الذي يحصل، وهناك حتى المؤسسة العلمية التي كانت هي مصدر الانبهار بالغرب بدأت تتراجع، يعني هذا يعني أن هناك تراجع في القدرات العقلية، وهذا مرده إلى الانجراف وراء المجتمع
مجتمع الشهوة الذي يسمى، يعني هو ليس هناك تسمية في الفلسفة اليونانية، المجتمع الهيدونيستي. الغرب هو مجتمع لا ديني، هو مجتمع ديسيد كما يقولون، يريد أن يقتل الله مع الله، وهو مجتمع هيدونيستي، مجتمع تسيطر عليه الشهوة، شهوة الجسد، شهوة الجنس، شهوة السلطة، شهوة التسلط، شهوة الاستيلاء بكل الجوانب. ومرده إلى هذه النظرة، وعلينا أن نوجه وأن نصوب على الغرب، علينا أن لا نخاف أن نصوب عليه. صحيح أنه كان هو المنارة العلمية والمنارة الحضرية، الآن هو ينهار، وعلينا أن نرى جيدا، أن نتابع قصص الجرائم والاغتصابات في على مستوى، على كل المستويات السياسية والفن والفنانين، وعلى كل المستويات هناك انجراف. نحن الغرب يذهب نحو المجتمع الهيدونيستي الغارق في الشهوات، وهذا الذي يميزنا عنه، وهذا الذي سيسمح لنا بأن نفهم أكثر ديننا، أن نفهم أكثر أحكامنا، أن نفهم معنى الحجاب، أن نفهم معنى الحقيقي. هو شيء أساسي، الحجاب ليس تفصيلا أبدا، الحجاب هو الضمانة لجمال المرأة وطهرها، ولجمال المجتمع وطهره، هو الضمانة نحو مجتمع متكامل، ونحو مجتمع يرتقي روحيا ولا ينجرف، في الشهوات. أتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم، لست إذا أدري إذا كان لدي ملاحظة أخرى. علينا ملاحظتان، بالإضافة إلى التركيز على نماذجنا الإسلامية والتي يجب دوما التسويق وإظهارها وتبريزها، نماذجنا، علينا أيضا أن نوجد النموذج النسائي الذي يمثل هذا المثال للمرأة المحجبة وللمرأة المؤمنة. يجب أن يكون موجودا في الواقع، يجب أن نراه، يجب أن نرى النساء الدكاترة المتعلمات الخطيبات التي يتحملن مسؤولية مجتمعهن، اللواتي يعملن، نعم يعملن بالسياسة لأنه مسؤولية، اللواتي يعملن في العلم، يعملن في التربية، اللواتي يبني. وعلينا جميعا أن لا ننسى الوحدة الأساس، ألا وهي العائلة، الرجل والمرأة، وأن ندعو الآخرين، إنه مصيرنا، يجب دوما أن ندعو الآخرين لكي يعرفوا ديننا، ويجب دوما أن ندافع عنه حتى آخر قطرة من دمنا. شكرا. شكرا جزيلا أختنا الكريمة ليلى مزبودي على هذه المحاضرة الجميلة، على هذا التنظير لفهم واقعي وحديث وعصري للحجاب، وكيف أن الغرب بعدائه ورفضه الحجاب إنما هو متجه نحو السقوط ونحو العلمنة المطلقة التي لا تسمح بوجود الله في الحياة العامة. الله ليس موجودا في الحياة العامة، يراد إبعاده. الدين أيضا يراد له أن يبعد أو يخرب الدين من داخله، ما أكثر التخريب الذي حصل للمسيحية الآن في هذه العقود الأخيرة، بحيث أجبرت على الاعتراف بأمور لم تكن تقبلها من قبل. شكرا جزيلا ليلى على هذه المحاضرة الجميلة. وإذا كانت هناك تعليقات، لدينا ربع ساعة فقط، فنشكر الأخت ليلى، ونحن بانتظار تعليقاتكم. دعوني أنظر ما إذا كان هناك شيء مكتوب في الشات. دكتور سعيد، عفوا، كلمة قصيرة للسيد الشهيد الصدر، 3 دقائق إذا نسمعها ممكن، في خصوص مشان الزهراء سلام الله عليها. يوسف تفضل. تفضل. جاهز يوسف ولا يمكن؟ إذا في أحد من الإخوان عنده تعليق أو يكتبه أو يطرحه، بس خلنا نشوف الكلمة مع السيد الشهيد الصدر رحمه الله.
قتلتن يا بنات الزهراء يقع عليكن مسؤولية أن تعرفوا العالم أن الثقافة والعلم الحقيقي يحمل مع الإيمان، يحمل مع الدين، يحمل مع رسالة السماء، كما حملتها فاطمة الزهراء أمكن العظيمة. فاطمة الزهراء كانت مثلا أعلى في الإسلام، في الجهاد من أجل الإسلام، في الصبر على محن الإسلام. كانت مع أبيها في كل شدائده، في كل محنه، كانت تخرج معه في الحروب، كانت تواسي جروحه، كانت تلملم محنه، كانت دائما إلى جنبه، كان يستمد منها سلوة في لحظات العسر، كان يستمد منها طاقة في لحظات صعبة جدا. كانت امرأة مسلمة مجاهدة بكل معنى. هذا من جانب. من جانب آخر، إن فاطمة الزهراء كانت المرأة العالمة، كانت المثل الأعلى في العلم والثقافة، لكن لا هذه الثقافة التي أرادها المستعمرون لنا، لا ثقافة المجون والسفور، لا ثقافة الاختلاط والتميع، لا ثقافة التحلل، وإنما الثقافة الحقيقية. اندلعت فاطمة الزهراء، انطلقت إلى مسجد أبيها حينما اقتضى منها الواجب أن تخرج إلى مسجد أبيها، وخطبت تلك الخطبة العظيمة التي لا يقتل عليها إلا كبار العلماء. كانت البلاغة والفصاحة والحكمة تتدفق من كلماتها كما يتدفق السيل من البحر. وكم كان عمرها؟ كان عمرها أقل من 20 سنة، لكنها علمت العلماء، ولكنها علمت الحكماء، ولكنها ضربت مثلا أعلى لم تصل إليه حتى الآن الموعد الأوروبية. هذه فاطمة الزهراء التي استطاعت أن تثبت في تاريخ الإسلام أن العلم يجتمع مع الدين، وأن الثقافة الحقيقية توأم مع الإيمان بالله، ومع التمسك بالإسلام، ومع التمسك بالحجاب، ومع التمسك بشعائر الدين. أنتن حملت رسالة فاطمة الزهراء، أنتن من سوف يعرف العالم عن طريقكن أن العلم يجب أن يكون إلى جانب الإيمان، وأنه ليس من العلم في شيء السفور، وليس من الثقافة في شيء الاختلاط والتحلل، وأن المرأة يمكن أن تصل إلى أعلى مدارج الكمال والتقى والنقي في كل الميادين من دون أن تتنازل عن قيمة من قيمها الإسلامية، وعن شيء من تراثها ومن رسالة ربها رب العالمين. شكرا جزيلا، شكرا الأخ يوسف على هذه الكلمات الرائعة للشهيد السيد محمد باقر الصدر. هناك بعض التعليقات جاءت في الشات، منها مثلا أن أزمة كورونا أظهرت كيف أن الغرب الذي ترك الدين أصبح أبناؤه ينتحرون، ما أكثر حالات الانتحار في هذه الأيام خصوصا بسبب كورونا والعزل و الأمور الأخرى. أيضا الأخت حنان ذكرت أن المحاضرة أن الندوة توجهت نحو الحجاب، بينما يفترض أن يكون الحديث عن المرأة وعن الزهراء عليه السلام أيضا يتطرق لموقفها السياسي وكيف أنها أول معارضة سياسية عندما توجهت إلى المسجد. هذه بعض التعليقات، وهناك ربما تعليقات أخرى، لكن إذا كان هناك من لديه أن يضيف فليتفضل. أنا ما أدري شلون، خلني أشوف شلون أتعلم على أشوف من هو رافع يده. أشوف حسن أستاذ أبو عبير تفضل، وبعدين زين مفتاح ومريدا شكرا للجميع، وتهنئة بهذه المناسبة ميلاد فاطمة الزهراء. أنا من ودي أن أشير إلى نقطة وردت في خطبة الزهراء عليه الصلاة والسلام، تحدثت عن فضل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على العرب وعلى البشرية. برأيي
قد يكون بالنسبة لنا أن نرسخ عند نفس الرسالة عند أبنائنا فضل الإسلام على البشرية ككل، مما يزيد اعتزازهم بما أنجز الإسلام للبشرية ككل، ويزيد أيضا تعصبهم في هذا المجال مما يحصنهم بهذا القدر أو ذاك من تأثير الثقافة والغربية اللي هي تأثيرها سلبي في غالب الأحيان على قيمنا وثقافتنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا أبو عبير، بس شوية صورتك مقطوعة، عدل الكاميرا شوي حتى نشوفك بشكل أحلى. سجلوا من فضلك الأختين دكتورة وجيهة والأخت ليلى، سجلوا بعض النقاط حتى بعدين أطلب منكم تعلقون تعليق نهائي على هذه النقاط. زينب تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شكرا دكتورة وجيهة. طبعا التقينا بالدكتورة وجيهة سابقا في أحد المؤتمرات، وهذا من دواعي سرورنا. ونشكر الأستاذة ليلى مزبودي على محاضرتها، المحاضرتين ما شاء الله قيمين. تعليقا على الأستاذة ليلى، عندي يعني مثل ما ذكرتي أنت في الثمانينات جيتيني لفرنسا، يعني أنا أيضا جيت في نهاية الثمانينات، كانت هناك قلة قليلة جدا جدا، يعني بالجامعة كنا ثلاث وحدات بحرينيات هم فقط اللي كانوا متحجبات، الباقي المسلمات سواء من العرب أو غير العرب ما في أحد كان متحجب، كانوا يستغربون شلون إحنا متحجبين. يعني الشيء الثاني ليش؟ لأن أول شيء تربية البنت عندما أنتين كأم أو كأب يربي بنته على التعاليم الدينية، في نفس الوقت يعطيها الثقة إنها هذه مسؤولية، أنتين لبستين الحجاب، أنتين متدينة، أنتين سفيرة. حتى أتذكر هذه الكلمة من أيام المدرسة، قالت لنا إحدى المدرسات أنتم سفراء دينكم وطنكم عائلتكم، أنتم سفراء إلى، يعني أول شيء الدين، سفيرة الدين أو سفيرة الدين سواء الولد أو البنت. يعني هذا لا يقتضي فقط على البنت والحجاب والتدين، ولكن على الأولاد أيضا، لأننا نرى هناك الكثير من الشباب عندما يأتون إلى الغرب يبتعدون عن الدين. ايضا هناك ايضا الى جانب الفتيات، فالافضل ان نربي البنت على التعليم الديني وفي نفس الوقت الثقه، نعطيها الثقه ونعطيها الثقه في تحمل المسؤوليه، لان هذه مسؤوليه كبيره جدا على عاتق هذا الفرد. مع الشكر الجزيل. شكرا جزيلا. اخت مريم تفضلي، مع الاختصار اذا سمحتي تفضلي. ما وينك موجودة ولا لا؟ مو مريم الرفيعي ولا والله المشتبه؟ أعتقد مريم ميوت. ميوت؟ ما أنا ما أشوف وين هي فما أدري ده. أنت يمكن ميوت. مريم ميوت. مريم شيلي الميوت من فضلك. شغلي الميكروفون. مريم ما زلتي إذا هي نفسها هذه اللي هنا موجودة، ما زلتي ميوت. يلا أخوات، ما هي مريم معنا ومو معنا، فلذلك أتصور أنا أبدأ بالدكتورة وجيهة في دقيقة أو دقيقة مقسمهم دقيقتين، وبعدين نفس يعني نعطي ثلاث أو أربع دقائق للأخت ليلى لأنها ما شاركت. السلام عليكم. مريم رجعتين تفضلي.
أولا أريد أن أشكر القائمين على الندوة اليوم لأنها كانت رائعة صراحة، سواء فيما تقدمت فيه الدكتورة أولا وهي مشكورة عليه، وفيما تقدمت به الأستاذة ثانيا وهي مشكورة عليه. سأحاول أن أشير بشكل سريع على بعض النقاط. هناك اتكالية مفرطة لاحظتها في التعليقات على المحاضر والخطيب بمطلب التجديد، وعلينا أن نفهم أن دوره لا يتعدى التذكير، لعل الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا كان النبي مطالب تمام الشريعة الإسلامية بأن يشاور في الأمر، فلماذا أنا أتوقع من الخطيب ما هو أزيد من دور الرسول؟ فهناك اتكالية مفرطة. كذلك أرى أن العمل كل العمل على المتلقي فيما يتلقى، وفساد الذوق في ذلك بما أصبح يميل إلى التفاهة بدلا عن الثقافة. وإن كنت صراحة لا أنكر مشاركة حتى بعض المثقفين في صناعة الوهم وليس الوعي مسيرة لركب الحياة العصرية. موجة استهداف الدين عن طريق بالنسبة للمرأة والرجل أو المرأة خصوصا تبرز مشكلة أكبر من مجرد وجود حقد دفينين على الدين الإسلامي، إنما تكشف عن عورة الغرب المخبأة في مزعم استيعاب الاختلاف ومداراته. فهم يريدون شعب اليونيفورم الواحد. ويمكن الرجوع بشكل مفصل لكتاب الاستشراق لإدوارد سعيد، كيف يقول أن الغرب يدعي أنه يحاور الآخر وفي الحقيقة هو يدير وينتج حوارا مع نفسه تجاه الآخر، يعني يكره شيء اسمه الاختلاف. أما مشكلة نزع الحجاب فأنا أرى أن روح التمرد عليه هي نفس روح التمسك به. الآن سوف يقول كيف تقولين ذلك، هذا تناقض. لا، المرأة لو ترجع إلى هدى شعراوي وصفية زغلول لما صدمت بنمط العيش عند الغرب كانت ردت فعل صدمة مالتها إنه تمردت على الحجاب. لكن حينما اكتشفت المرأة مثلا أمينة قطب ولا صفيناز كاظم، حينما اكتشفنا سياسة التآمر على الدين من خلال الحجاب تمردت مرة أخرى على هذه السياسة بالتمسك بالحجاب من جديد في أقل من 60 سنة منذ بدأ الهجوم عليه. إذن ما تحتاجه المرأة هو تصحيح خمول الهوية إلى الهوية المشتعلة، تلك الهوية التي لا تخمل، بمعرفة حدود ما ينقل من الآخر وما لا يجب أن ينقل، أين يكون الاستعلاء ومتى تكون التلمذة. أريد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا. تخيلوا معي، هي اللغة فقط، اللغة العربية فقط اللي إحنا أهملناها وأصبحنا نركض على اللغات الأجنبية. اللغة العربية، إن أنزلناه قرآنا عربيا، فيلسوف ألماني اسمه جوتا يقول لولا اللغة الألمانية لما قامت الفلسفة الألمانية. مجرد تعلم لغة أجنبية تتعلمها بالروح التي وراءها، مجرد وجود هذه اللغة الأجنبية في فكرك وأنت لست جاهزا ومتشبعا باللغة العربية فذلك يدخل ضمن ماذا؟ ضمن استلابك إلى العقيدة المنحرفة التي هي الروح وراء هذه اللغة. تخيلوا معي حتى قوله عز وجل وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ما معنى حكما عربيا؟ أنت لما تأتي إلى اللغة العربية تجد أن العم عم والخال خال والعم عم، هناك فصل في فرض كل شخص في العائلة. أما اللغة الأجنبية تجمع العم والخال في نفس المسمى، وتجمع العم والخال في نفس المسمى أنكل. إحنا عندنا حكم فقهي قائم بذاته فقط لكل فرد باسمه وسهمه. إذن فالرهان، كل الرهان على الهوية، هذا ما تحتاجه المرأة اليوم. شكرا. أهلا وسهلا. اسمح لنا جعفر لأن ما في وقت بعد، لأن وقت الساعة 8 الآن، فأنا بس أطلب من كل من الأختين كل واحدة تعلق دقيقتين أو ثلاث وحتى نختم، لأن موعدنا الساعة 8 ننتهي. تفضلي دكتورة وجيهة أولا وبعدين نترك المجال إلى الأخت ليلى. تفضلي بس باختصار جدا لأن وقتنا انتهى. ما نسمع صوتك من فوق، ما نسمع. هل الصوت واضح؟ تفضلي. شكرا جزيلا دكتور سعيد على إتاحة هذه الفرصة. أقول لكل الحاضرين والمتابعين، نحن نعيش في أخطر حرب، حرب الناعمة. إفساد المرأة لا يعني إفساد نصف المجتمع، إنما أكثر من ذلك بكثير، ضياع أجيال قادمة. فإذا أقول بما أن الندوة المطلوب محورها اليوم ما هي أهم المظاهر التي تؤثر على المرأة، استهداف المرأة وكيفية المواجهة، هذا كان محور الندوة. أقول لعل المرأة أن تستشعر أهمية دورها ومسؤوليتها في المجتمع، أولاً إذا كانت أم كأم في التربية. الله الله في التربية كثير. أنا أعرف حالة على عجالة، أقول
جدا تحسرت امرأة مهتمة في ارتقاء بمهنتها وكان على حساب ولدها وبنتها، الولد مخدرات والبنت أخلاق وجرائم أخلاقية. إذا أقول مهم جدا التربية، وأهم مهارات التربية التحاور الحسن، الإنصات، الحب والاحتواء والاحترام، هذه وايد مهمة خصوصا للأطفال، لنأخذهم من البداية ونغرس حب الله وطاعة الله من البداية. الله الله بالعلم، بس دقيقة دقيقة، الله الله بالعلم مهم جدا أن نتعلم ونتثقف ونواكب العلم بما يناسب قيمنا وأفكارنا. التفكير الإبداعي وتفعيل دور التكنولوجيا وتطوير الأساليب والوسائل، ونكون مشاركين في الأعمال التطوعية وليس فقط داخل بيوتنا باعتماد الأولويات. وأخيرا التوكل على الله والدعاء والتفاؤل بإذن الله، وكل شيء إن شاء الله في ميزان الحسنات. كل الشكر والتقدير على إتاحة هذه الفرصة. بارك الله. أحسنتي، مشكورة. تفضلي أخت ليلى. كلمة أخيرة لو سمحتم. تفضلي. شكرا لمداخلة الدكتورة وجيهة ولمداخلة السيدة التي تحدثت، كانت مداخلتها جدا جدا مهمة. بالنسبة إلى بالنسبة لي أرى بأنه من أجل تصويب الهوية الإسلامية في زماننا الحالي يجب أن نفتح النار على هوية الحضارة الغربية، يجب أن نفتح، هي بالنسبة إلينا ما تمثله من حضارة مادية لا دينية هيدونستية إباحية، يجب أن لديها، قد يكون لديها إيجابيات، لا يوجد شر مطلق ولا يوجد خير مطلق، ولكن نركز هويتنا الإسلامية. يجب أن نضرب آليات الانهيار، يجب أن نكسر آليات الانبهار. الغرب، الحضارة الغربية بنت آليات انبهار تجعل عقولنا صماء أمامها، يجب أن نكسرها، يجب أن نظهر حقيقة هذه الحضارة، يجب أن نظهر حقيقة هذه العلوم، يجب أن نظهر ليست فقط الحضارات تصعد والحضارات تسقط أيضا، ونحن عندما نكون أمام حضارة مادية تسقط هي تواجه الإسلام، فلابد من أن نساهم في إسقاطها وفي إظهار كل نقاط الخلل وأوجه الخلل وأوجه النفاق التي تخفيه، بينما هي تريد أن تواجه كل ما له علاقة بالله. ولهذا يقال الآن بأنها هي حضارة ليسي، حضارة رسول الله، ومعاذ الله، إن شاء الله أن نصل نوره إلى كل إنسان، وهذا دورنا نحن. علينا أن نصور على الحضارة الغربية بكل جوانبها، حتى على الجوانب العلمية لأنها ابنته، حتى على الجوانب الحضارية لأنها ابنته. شكرا جزيلا أخت ليلى، شكرا دكتورة وجيهة، شكرا لكما على ما قدمتماه من 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 نظرات عميقة حول قضايا المرأة، حول دور المرأة، خصوصا في إطار ذكرى مولد السيدة الزهراء عليه السلام. شكرا لكم وشكرا للحاضرين جميعا. دكتور سعيد، لو سمحت دكتور سعيد، أنا طلبت منك كلمتين في الختام إذا أمكن. ما شفت، بس كتبت لك بس الظاهر ما التفت لي. ما قريت أنا. أنا بس حاب أول شيء يعني أبارك للأخوة المؤمنين جميعا بمناسبة ولادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها. كذلك لا ننسى أنه في مثل هذه الأيام وفي نفس اليوم على التاريخ الهجري كانت ولادة الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم الذي حقيقة أعاد الإسلام إلى واجهة الحياة بعد أن كان على هامش الحياة بجهوده وجهاده رضوان الله تعالى عليه. هاي نقطتين. ثم أشكر الأخت الدكتورة وجيهة على الاستجابة والمشاركة، والأخت ليلى مزبودي أيضا على هذه المشاركة الطيبة. الأخت كان بودي التعريف اللي ذكرناه، الأخت تعمل في قناة المنار وعلى القسم الفرنسي، يعني هي متابعة فرنسا، لذلك أثناء حديثها ذكرت هي متخصصة متابعة الوضع في فرنسا لأنه هي قسم إعلامي مهم. وشكرا للأخوات ما يتعلق بالإسلام. نعم بالإسلام ويتعلق بالإسلام، فهذه شيء مهم، هي اختصاص بهاي القضية يعني. طبعا لا ننسى أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء
لشفاء أختنا الأخت سناء الأنصاري اللي كان من المفترض أن تشاركنا، ولكن بالأمس وضعها الصحي تدهور، هي كانت معنا تستمع ولكنها لا تستطيع الكلام وخرجت قبل قليل. نسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء والصحة والعافية. وأتمنى من الأخوات من خلال الدكتورة وجيهة ومن خلال الأخت ليلى وكل الأخوات الحاضرات، نتمنى منكم تشجيع الأخوات. حقيقة نحن نعاني عندما نريد أخوات متحدثات في مثل هذه الندوات، نعاني حتى نحصل على من توافق للمشاركة، خصوصا الآن عبر العالم الافتراضي. يعني في السابق شوية تحفظ المرأة المؤمنات يتحفظون في وجودهم في جو رجال وكذا، الآن الحمد لله عبر التواصل الاجتماعي من بيتها بالتزامها باحترامها وحجابها وكل شيء وتشارك. يعني لأن اليوم مهما تحدثنا نحن المشايخ طلبة العلم أو المثقفين ودافعنا عن قضايا اللي تتعلق بجانب المرأة، يبقى الكلام أنه أنتم هذا إسلامكم رجولي ذكوري ما إلى ذلك. لكن لما تخرج المرأة المؤمنة بحجابها وعفتها وكرامتها وتواجه هاي الحضارة الفاسدة، يعني أنا قبل سنة تقريبا أو سنتين هذه بس يعني. الملاحظة هذه الملاحظة دكتور، أنا أيد كلام الأخت ليلى أنه نفتح النار على هذه الحضارة الفاسدة. أنا ذكرت قبل سنة كنت أتحدث، شفت مجموعة من الأخوة منبهرين بالحضارة الغربية ومدحوا، فأنا كتبت لهم يا إخوان أنا أعيش في الغرب أكثر من 30 عام الآن، تقريبا 30 عام، هذه جيفة مغطاة بغطاء جميل، يعني الحضارة الغربية جيفة حقيقة مغطاة بغطاء جميل، فيجب علينا أن نلفت ونكشف هذه الجيفة للعالم لأنها حاربتنا أكثر مما نستحق. يعني عذرا للإطالة ولا تزال الآن التحدي أكبر، اليوم تحدي أكبر. نعم. إن شاء الله يطلع. فضل دكتور. إن شاء الله يطلعونك من الغرب. بسبب إحنا يعني هو الهدف مو مسألة لا نريد أن نصنع صراع حضارات طبعا، ولا نريد أن نكون أداة لصراع الحضارات، لكن علموا الناس محاسنا وأخلاقنا، أو بهذا إذا ذكرنا الإسلام ومحاسنا كلامنا، علمهم محاسن كلامنا، محاسن كلامنا، إذا علمنا الناس محاسن أخلاق الإسلام ومحاسن الإسلام وعلمه وروحانيته، فأعتقد سيكون ذلك ضربة لهذه الحضارة، بدون أن، لأن طبعا لا أحد يقبل أنك تدخل عنده تدوس في وطنه، ما يقبل. والجماعة عند حرية الكلمة خلها في جيبك، يعني ما في شيء اسمه حرية الكلمة فيها في عالم اليوم، مع الأسف الشديد طبعا شعارات كثيرة لكن واقعها تماما يختلف عن. أنا لا أريد أن ألقي محاضرة ثانية، شكرا جزيلا للأختين الكريمتين، شكرا للحضور الكرام، شكرا لجميع الذين شاركوا وشاركنا في المداخلات، وإلى اللقاء. الأسبوع المقبل إن شاء الله سيكون برنامجنا حول الذكرى 42 للثورة الإسلامية في إيران، وسيكون هناك متحدثون، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للمساهمة لتقديم تبريكاتنا للشعب الإيراني بانتصار ثورته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس أسلم على أستاذة